هيك احسن للبشره. شو لازم البس بهيك ايفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور. من الأطعمة المهمة اللي لازم الست الحامل تتفاداها إنه الجبنة الطنية الغير مبسترة زي الفيتا تشيز زي البلو تشيز، هدول لازم تتفاداهم عشان فيهم بعض البكتيريا اللي هي الستيريا اللي هي بتؤذي الحمل والبيبي. من الحاجات الثانية حتى الألبان غير مبسترة، الألبان الفريش اللي لسه ما تبسترت لازم نتأكد إنه الست الحامل ما تشتريها، يعني لازم نتأكد من الليبل إنها مبسترة. السمك غذاء مهم وغني بالبروتينات، بس أثناء الحمل السيدة الحامل ممنوع إنها تأكل السوشي لأنه غير مطهو وبيحتوي على كميات من البكتيريا اللي ممكن تضر السيدة الحامل وطفلها. برضو في الأسماك لازم ننتبه لكمية الزئبق الموجودة في السمك، فكمية السمك اللي بتاكلها في خلال الأسبوع ممكن تكون حوالي 6 أونصات، وتتفادى أو يستحسن تأخذ لحم التونة الخفيف السالمون الحاجات دي، بس طبعا نتأكد برضو من إنه تكون مطهية، الأسماك لازم تكون مطهية طهي كامل، يعني السالمون المجمد أو السموكت المدخن لازم يطهى، أي سموكت فودز أو مدخنة لازم تطهى. ده برضو بينطبق على اللحوم، اللحوم والبيف والستيك لازم يكونوا مطهوين طهي كامل. السيدة الحامل لا يجوز أن تأكل لحم مستهي أو لازم نتأكد من حرارة الطهي كاملة ما فوق 150-160 فهرنهايت. البيض لازم يكون مطبوخ طبخ كامل، وأحيانا في بعض المعجنات أو إذا الست الحامل بتعمل في شوية معجنات ممنوع إنها تذوقها قبل ما تفوت الفرن، لأنه تذوقها قبل ما تفوت الفرن لأنه البيض حيكون مش مستوي. استعمالات البيض الغير مستوي برضو بنستعمله في بعض المايونيز اللي بتحضر في البيت، بعض الدريسينجز زي السيزن دريسينج اللي بتتحضر في البيت، هذول كلهم البيض ما بيكون مبستر. ففي الحالة دي إذا نشتري من السوبر ماركت مبستر أو في بيض مبستر في السوبر ماركت نجيبه والسيدة تشتغل فيه وتستعمله. هيك أحسن للبشرة. مية شو لازم ألبس بهيك إيفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور.